عبد الرحمن شاب يخوض تجربة فريدة في زراعة الزعفران بولاية الجلفة، أو ما يعرف بالذهب الأحمر. التجربة هي الأولى من نوعها، رغم التكاليف الباهظة للبذور، لكن عبد الرحمن كله إصرار لإنجاح هذه الشعبة. استثمرت في ولاية غردية السنة الماضية، ولكن الارتفاع البحر ماشي كما ولاية الجلفة. لقيت ولاية الجلفة يعني فيها مؤهلات أكثر ناحية المناخ. هذه التكلفة مثلا كما هنا عندنا 2500 متر مربع، فيها 7 مليون دينار، 500 مليون زريعة. وهذه اسمها باش الواحد يخوض كما هذا ويجرب لأول مرة وتعطي له الإزهار، واسمها شي شوية صعب. بعد قطف الزهرات يتم نزع الشعيرات ذات اللون القرميدي، ليتم تجفيفها في منشفة ورقية. يتم تجميعها وهي النتيجة النهائية لمحصول ذات قيمة غذائية وطبية. أمامنا تجربة لزراعة الزعفران، تجربة ناجحة ونموذجية لمستثمر فلاحي. هذا الزراعة اللي تتأقلم وتتآلم مع شروط المناخية والارتفاع على مستوى البحر لولاية الجلفة. احنا رافقنا هذا المستثمر منذ البداية لتعميم هذه الزراعة في الولاية، نظرا للأثر والمساهمة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني لهذه الزراعة. تحفيز مثل هذه الشعب الفلاحية رهان ليس من السهل في ظل نقص للمستثمرين فيه، رغم ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الظروف الطبيعية للولاية جد ملائمة.